السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنشرح الماب كالورينج بروبلم. ده جزء اللي داخل ميد ترم من المحاضره 5/6 بتاعه السي اس بي. هو جزء سهل جدا يعني، وبروبلم بسيطه جدا، فخلينا نبتدي. هنا بيقول لك ان عنده المدن ديت على الخريطه، وعايز يلون كل مدينه يا اما باللون الاحمر يا بالاخضر يا بالازرق. عايز الماب ار جي بي يعني، وبيقول لك بشرط ان كل مدينتين جنب بعض يكونوا بالوان مختلفه. طيب ممكن نعمل الكلام ده ازاي بالتري؟ احنا ممكن نبتدي بالنود بتاعت كيو، المدينة كيو ده الروت بتاعك. ممكن تبقى ريد، ممكن تبقى جرين، ممكن تبقى بلو. طب احنا هنمشي depth first، ف ينفع تبقى ريد، ده دي اللي احنا بنبتدي بيها اصلا، مفيش اي حاجة جنبها متلونة، ف خلينا نخليها ريد. ينفع تبقى ريد. طيب ممكن ناخد بعديها انتي نورثن، انتي ممكن تبقى ريد. لا ما ينفعش تبقى ريد. ليه؟ عشان هي جنب مدينه ريد اصلا، الكيو ريد. احنا لسه قايلين ايه؟ ان ما ينفعش مدينتين جنب بعض يبقوا بنفس نفس اللون، فما ينفعش تبقى ريد. طب جرين ينفع تبقى جرين؟ خلاص مفيش اي حاجه جنبها جرين. ممكن ناخد WA Western، ينفع تبقى ريد؟ ينفع تبقى ريد. هل في حاجة جنبها ريد أصلا؟ مفيش، خلاص ينفع تبقى ريد. ممكن ناخد بعد Western A South، ناخد SA، ينفع تبقى ريد؟ مينفعش، في جنبها Q و WA الاتنين ريد اصلا، ما ينفعش تبقى ريد. طب جرين ما ينفعش، ما ينفعش تبقى جرين. الانتي اصلا جرين، عشان جنبها حاجه جرين ما ينفعش تبقى جرين. طيب ينفع تبقى بلو؟ ينفع تبقى بلو، ما فيش حاجه جنبها بلو، ولا كيو ولا الانتي ولا الدبليو. بلو وال NSW لسه هناخدها حالا. NSW ينفع تبقى ريد؟ ما ينفعش تبقى ريد. ال Q اللي جنبها ديت ريد، ما ينفعش تبقى ريد. ينفع تبقى جرين؟ ال S ال S بلو ينفع تبقى جرين، مفيش حاجة جنبها جرين. طيب ناخد الجرين، ناخد المدينة V، ينفع تبقى ريد؟ ال SA بلو، ال NSW جرين، ينفع تبقى ريد، مفيش حاجة جنبها، مفيش حاجة جنبها ريد. طيب ما تبقلناش غير التي، التي مفيش حاجة لازقة فيها، مفيش حاجة جنبها، ف ينفع تبقى ريد؟ ينفع تبقى ريد. طيب كده احنا وصلنا للسلوشن بتاعت البروبلم ديت. كده كيو ريد، ال ان تي جرين، دبليو اي ريد، ال اس اي بلو، ال ان اس دبليو جرين، ال في ريد، والتي ريد. بس كده، دي كانت البروبلم الوحيدة اللي احنا هناخدها النهارده.